رجولة كنز تمين لا يعرفه إلا القليلون، فكل النساء تلد ذكورا لكن المواقف وحدها من تصنع الرجال. ليس كل من يطلق عليه اسم رجل فهو رجل، فكلمة الطير تجمع بين الصقر والدجاجة. أن تولد ذكرا فهذا قدرك، ولكن أن تكون رجلا فهذا من صنعك أنت. واسمع جيدا، الرجولة هي أن تحترم كل نساء الأرض.